أعزائي متابعي موقع وجريدة الطريق في كل مكان، أهلا بحضراتكم داخل محافظة الدقهلية. متواجدين معاكم الآن داخل قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية. أصعب ما يقال عن غدر الصحاب، اتربوا مع بعض وكانوا زمايل في الدراسة وأصدقاء وجيران في المنزل. الصاحب وقع في أزمة فالمجني عليه هم ووقف جنب جاره، لكن للأسف الشديد يعني مينوب، يعني أو زي ما بنقول يعني خير تعمل شر تلقى. معانا دلوقتي خال المجني عليه الحاج خليل، الناس كلها بتشهد له بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة، رجل مكافح كان بيخرج خارج البلاد وبيعمل يعني علشان يربي أولاده التلاتة بكل يعني بالحلال وما يرضي الله، لكن للأسف الشديد صاحب عمره تعدى عليه وأنهى حياته بطريقة بشعة جدا وذبح زوجته في وضح النهار وأمام الناس كلها. هنعرف تفاصيل كاملة من الخال، زي ما بيقولوا الخال والد، وشايفين قد إيه ومتأثر، هنعرف منه التفاصيل كاملة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. البقاء لله. الحمد لله على ربنا يجيبه. شايفين حضرتك متأثر قد إيه؟ الناس كلها في غاية من الحزن، عايزين نعرف اللي حصل إيه والتفاصيل كاملة. والله يا فندي اللي حصل للولاد دول ظروف، واحد كان بائع واحد سواق، فهمي وهيثم بقى جايبين نقلة زلط بعربية نقلة تريلة ومقطورة، خبطوا المحول رئيسي كهربي قدام مسجد الحاج عبد البديع أزامل شارع عمومي حوالي عام 16 متر. ده اللي هو القاتل وشقيقه. القاتل وشقيقه. فالمهم مباحث الكهرباء لما جت وعملت معاينة جابوا عليهم تعويض كهربي اللي كسروه 670 ألف جنيه. لأنهم جايين واحنا قاعدين، يا خليل احنا اخواتنا حصل لهم ظروف وحصل لنا كذا 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 كذا، واحنا بنبيع البيت القديم. البيت اللي احنا موجودين قدامه دلوقتي. بيت للكلب ابو الشفار ده، البيت اللي انا واقفين قدامه ده. ده سبب المشكلة كلها. احنا ما عندناش مشاكل بقى. هو لما عرضوا البيت قال لهم زي البيت ما اتفصل هناخد البيت. قالوا له البيت اتفصل البيت ب 13,000 بس، يعني نيته ما هي السامحة ال 13,000. قال لهم ناخده ب 13,500، قالوا ماشي مبروك عليك. خلاص الراجل كتب البيت 200 متر، قطع على 13,500، قطع 2,700,000. الراجل كتب العقودات، كل واحد استلم فلوسه. الكبير بتاع الاخوات متوفي، زوجته مضت عن الأسرة، عيالها اتنين ولها بنت متجوزة مضت عن نفسها، ولها ابن كبير بيسافر بره مضى عن نفسه، والأمور كلها عادية. كانوا متفقين مع بعض وكان في يعني تمام. كل واحد خد حقه يا فندم، كل واحد خد حقه. والبيت المجني عليه اشتراه برضا تام وبعرض من القاتل اللي هو هيثم. من حنكهم. تمام. من حنكهم. وقبض فلوسه ومضى في الشهر العقاري. على دير ملين والعقد. راح للمحامي والمحامي ودى العقد المحكمة. الكلام ده يوم استغرقنا شهر. من شهر. طب ايه الجديد بقى؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، هو غادر وجاي عليه غادر بقى، زي ما تقول ان حد قال له انتوا بعتوا البيت بايه؟ قال له مثلا البيت احنا بنبيعناه ب 2,700,000. حد قال له بقى ده البيت يسوى 4 مليون ولا 3 مليون، غلى السعر او رفع السعر عليه. جه الواد بقى ضيرها في دماغه بشياطين وحط في دماغه حاجات وحشه من ناحيه خليل، فجاي على خليل وقاعد بعد صلاه العصر ومصحف قدام منه امبارح. فزوجة خليل قامت تجيب كرسي ثالث وبتقول يا فاطمه اعملي 3 قهوه عشان عمك هيثم. هي خشة تجيب الكرسي الثالث من دخلة البوابة، التقاته ركن العجلة والقمر جايبها على ضلفة الجراش، راح طاعن خليل 3 طعنات في عنقه ما رطاش. بتقول له عملت ايه يا ابن الكلب؟ بتحوش عن جوزها. تنزل عليه راح مقابلها 3 طعنات في الصدر، راحت واقعه مرميه على الارض. ستار يا رب. راح راجع الدار طاعن خليل 3 طعنات
صدره تاني كمل عليه تاني وراح راجع متدور على زبده خليل راح مخلص. ستار يا رب. يعني ذبح صديق عمره وزميل الدراسه وجاره، واتك شر من احسنت اليه. صح، ده اللي احنا قلناه، اللي كان بيأحسن اليه هو اللي خانه، زي 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 ادهم الشرقاوي وبدران في القصه، يعني زي ما بنسمع في الحواديت وفي الحكايات. هي كانت حقيقه، مش يعني ادهم الشرقاوي كانت قصه حقيقيه، يعني ما كانتش يعني بعد ما حب يفك زنقه زميله وصاحب عمره وصديقه كل حاجه وكل حاجه، وفك كربه للاسف جنى عليه وعلى زوجته، ولكن هو في دماغه الغادر، واحنا خليل ما فيش في دماغه. يعني بنت المجني عليه دلوقتي، بنت الحاج خليل، هي قد ايه عمرها؟ قد ايه؟ اولى ثانوي ازهر. شافت القاتل وهو بيقتل والدتها؟ شافت ابوها بالطعن وميه وناموا على الارض، فرقعت صوتت، الناس بدات تتلم. والقمر جايبه، والسادة راس الباحث فيه، يعني كانوا بيضيفوه، والدنيا كلها جاته، السادة اللواء والسادة المقدم، المباحث، رجال المباحث حضروا على فور وقوع الجريمه. اجا ومتغمر والسنبلاوين ومنصور. حضرتك كنت متوقع من زميل ابن اختك وصاحبه وصاحب عمره زي ما بتقول حاجه زي كده؟ لا، لو احنا متوقعين منه حاجه كان خساره في شربه الميه، ما احنا ما توقعناش منه. هو كان بيعطف عليه واقول له خليل، يقول لي يا خال له ظروف، وصاحب عمره يا خال، يا ابني يقول يا خال بلاش تمشي. في القرية هنا بيقولوا الأمور حلوة، إن الحاجة أمل أو المجني عليها رحمة الله عليها كانت دايما بتعطف على زوجة هيثم القاتل، وكانت صديقتها، صديقة عمرها هي كمان. غيرها غيرها غيرها، يعني إيه اللي في استطاعتها تساعد أي حد له ظروف. عمرها ما بخلت عليها بأي حاجة أبدا أبدا أبدا، لا هي ولا جوزها، عمرهم يعني الحاجة ديت ما بتفرقش معاهم، وكان ربنا مسهل لهم امورهم، وعلشان كده كان ربنا الجريمه وقعت امتى؟ وزع رزقه وربنا مراد عليه. هو المجني عليه كان شغال ايه الحاج خليل؟ خليل كان فوزابي فاتح مكتب شحنات، وكان قعد فتره من فوزابي ورجع راح السعوديه، فتح مكتب شحنات السعوديه على مدار السعوديه بالنسبه للشحنات. هل فعلا هو كان نازل من السعوديه امبارح هو وزوجته؟ مين؟ الحاج خليل رحمه الله عليه؟ لا لا، زوجته كانت نازله من ابو ظبي، كانت في زياره في ابو ظبي، نازله يوم السبت. كان ماكل هيثم يوم السبت بسيخ، كان عازمه عنده، هو اللي قال له هتاكلنا بسيخ، قال له عايز ايه؟ قال له عايزين نفطر في سيخ يا خليل، راح السوق جاب له 4 كيلو فسيخ وقعدوا فطروا. من سنين. نعم، ما انا بقول لها من ممكن اسمع من سنه اولى ابتدائي. خلاص خلي بقى انت، ولا هيثم ما كانش باع له البيت ده، هو الشيطان دخل ما بينه الله يرحمه. هل حد مثلا دخل زايد عليه في البيت بعد ما باعه؟ برضه احنا ما نقدرش نقول حد ولا حاجه، بس هو ده راجل اهوت يعني مشاهد. الناس كلها بتشيد في اخلاق المرحوم الحاج خليل رحمه الله عليه، اصدقاء العمر، بس وما فيش في دماغه حاجه. لا حول ولا قوه. طب هل ده جزاء الاحسان؟ شكرا يا فندم، اهو ما هو قالك تتشرى من احسان ايديك. انتوا بتطالبوا بايه دلوقتي يا حاج؟ احنا بنطالب باعدام، واحنا مش عايزين اكتر من العداله، بنطالب باعدام، لان ما اتعدمش محدش منهم هيسكن بيته تاني. رد فعل زوجته بعد ما عرفت ان جوزها قتل صاحب عمره عملت ايه؟ لا هجت يا حاج، هجت، زعلانه من اللي زوجها عمله. محدش شاف، كانش حد متوقع ان يعمل كده، ولا كانت متوقعه ولا اي حد. نقول الشيطان هو اللي اوغر صدره من صديق عمره وخلاه عمل كده، ذبحه هو وزوجته. والله ان سالت اي عيل شباب، سالت راجل كبير، هيقول لك يعني الراجل اهوت، احنا واقفين بنتكلم، وقال لك ايه؟ الكل بيشيد في اخلاق الحاج خليل رحمه الله عليه. كان صاحبه يعني، وكان صاحبه يعني ايه، ما كانش حد يتوقع كده ابدا. يعني قلت لي البيت ده للاسف كان يعني كان نظره شؤم عليهم، وكان مش وحش عليهم الشؤم ده اهوت، واترجته قلت له يا خليل ما تاخدوش. ليه؟ كان قلبك حاسس؟ لا انا قلت يعني مش مرتاح له، قلت له يابا القرشين اللي معاك اللي هتحطهم في البيت ده اهوت، عندك ارضيه غادي ابني فيه
هتأجر لك لدكاترة، هتأجر لك فئة دكانين. طب رد فعله كان عليك ايه يا حاج؟ والله هو يعني خد الأمور ببساطة وقال يا خليل يعني الناس دي لها ظروف، حتى يعني إن أفجارهم في أزمتهم هيتحبسوا هيترموا في السجن الاثنين يعني كان وبعدين بدل هما بيبيعوه احنا اولى من اي حد غريب بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. بس هو دي اللي تم. كانت نيته خير لكن للاسف الشديد كان الجزاء اصعب مما اي حد يتخيل. القتل هو وزوجته. ربنا يصبركم يا رب. ضحيه. ربنا يصبركم يا رب. بندعو له بالرحمه وبندعو لكم بالصبر والسلوان. بشكرك جدا. زي ما شفنا معاكم متابعينا الكرام، متابعي موقع وجريده الطريق. تابعي موقع وجريدة الطريق. احنا كنا معاكم داخل قرية ميت العامل التابعة لمركز اجا بمحافظة الضبة الاهلية. المجني عليه الحاج خليل رمضان، يعني ابراهيم رمضان، كان راجل اعمال وعنده مكتب توريد هو وزوجته وناس مرتاحة ماديا، بيساعدوا بعض الاهالي هنا، يعني زي ما بيقولوا لربنا بيعطيه بيساعد اللي ما معهوش، وكلها اموال ربنا وكلها لله. الراجل كان ليه صديق عمره وصاحب الطفولة وزميل الدراسة اللي هو الجاني القاتل المدعو هيثم. المجنى عليه عنده 45 سنة وعرف ان صديق عمره في ازمة، فبدأ ان هو يعني يميل عليه، فطلب منه القاتل، طلب منه قال له انا هعرض بيتي للبيع، البيت اللي احنا متواجدين امامه الان، هعرض بيتي للبيع وقدر ثمنه. فتقدر ثمنه والمجنى عليه والجاني اتفقوا، كان مرضي وكان تمام، وبالفعل تم البيع ومضوا عقد البيع في الشهر العقاري وفي المحكمة وتم توثيقه وبرضا الطرفين. لكن تقريبا اللي بعد ما باع البيت حد أوغر سطره وقال له ان البيت يستاهل اكتر من 2 مليون، يستاهل 4 مليون. للعلم هو ده المنزل اللي احنا متواجدين امامه الحق الان داخل قرية ميت العامل بمركز اجا محافظة الدقهلية. فحب يرجع في كلامه، فالقاتل او المجني عليه الحاج خليل قال له انا اديت لكم فلوس زياده، رجع لي فلوسي وخد البيت بتاعك وانا ما عنديش اي اعتراض. لكن المجني عليه كان في مخطط في دماغه، ده اللي اظهره خال المجني عليه، وقال هيثم القاتل كان عاوز ياخد البيت يبيعه وبعدين يدينا الفلوس وياخد المكسب ليه. فلما المجنى عليه رفض دخل البيت ورمى عليه السلام وحب ان هو او بدا ان هو يركن العجله بتاعته خلف المجنى عليه اللي مات او اتقتل وهو على يده المصحف، وكان في يده المصحف وبيقرا القران بعد صلاه العصر. فيعني هجم على المجنى عليه وطعنه 3 طعنات في عنقه او في اسفل الرقبه. فزوجة المجنى عليه اللي كانت بتعد ليهم واجب الضيافه فوجئت بصديقه القاتل هيثم بيتهجم على زوجها وطعنه بالخنجر اللي كان معاه، فدخلت علشان تدافع عن زوجها فذبحها للاسف الشديد او طعنها 3 طعنات في صدرها، ورجع كمل على الزوج المجني عليه ب3 أو 6 طعنات حتى اصبعه 9 طعنات في جسد المجني عليه. مات وهو جالس على الكرسي امام منزله، يعني وفاضت روحه الى بارئها وهو حامل كتاب الله، حامل المصحف رحمه الله عليه. ورجع القاتل انهى على الزوجة أو كمل عليها وخلص عليها بطعنات أخرى بعد ما ادالها 3 طعنات وسدد ليها 3 طعنات في صدرها. يعني منتهى الوحشية، منتهى الإجرام. للدرجة دي وصل بينا الحال للأسف الشديد من الدموية ومن يعني الغل اللي أوغره المجني عليه في صدره، الجاني في صدره للمجني عليه، وأنا حياته وحياة زوجته ذبحا أمام منزلهم بعد ما كانوا بيعدوا الواجب الضيافة. وأول حد شاهد هذا الموقف كانت بنت المجني عليه، وبدأت بصراخ وتم الناس والتف الناس حوالين المنزل، ويعني تم إلقاء القبض على للأسف شديد لاز المجني عليه بالفرار. وإلى الآن جاري تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لإلقاء القبض على الجاني القاتل مدعو هيثم. حبينا نرسل لكم متابعينا الكرام، متابعي موقع وجريدة الطريق، هذه الواقعة الأليمة الدموية وأصعب ما يقال عن صاحب العمر، عن الخيانة، عن الخسة والندالة. واتقي الشر من أحسنت إليه. بشكركم جدا متابعينا الكرام، هنتابع معكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. كنت معكم أنا حسناء رفعت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.